بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم جميعا. أعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر في هذا الشهر الأليم، شهر الحزن والبكاء، شهر العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، ابن سبط النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء عليه السلام. ورد في فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام من الثواب العظيم عند الله عز وجل لمن أتى قبر الحسين عليه السلام، ولكن قيد هذا الثواب بعرفان حق الإمام، حتى ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من أتى الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. وأيضا عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: من زار قبر الحسين ابن علي عليه السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل: وكم تعدل من حجة وعمرة زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ فقال عليه السلام: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله واسع كريم. تفضل. أستاذ، ما معنى عارفا بحقه؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ سيد علي. أحسنت يا سيد. تفضل. سأل أخوكم سيد علي: ما معنى عارفا بحق الإمام عليه السلام؟ والجواب على ذلك: أولا، أن يعرف أنه إمام مفترض الطاعة، كما عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن عرفان حق الإمام الرضا عليه السلام فقال: أن يعرف أنه مفترض الطاعة. فأول المعرفة بحق الإمام أن تعرف أنه إمام واجبة طاعته على المؤمنين، فإذا عرفت ذلك فأنت عارف بحق الإمام اتجاهك. ثانيا، أن يأتم به، يعني بعدما عرفت أنه إمام مفترض الطاعة تأتم بالإمام بحيث تجعله أسوة وقدوة في جميع أفعالك وأقوالك التي تقوم بها. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه. وبعد هذه الجملة قال: يأتم به، يعني عارف بحقه أن تأتم بالإمام فتجعله أسوة وقدوة لك في حياتك اليومية، حتى تكون إن شاء الله من أصحاب هذا الثواب الجزيل. وبهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وسنكمل إن شاء الله في الجلسات المقبلة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.